Ladies and gentlemen, we come to a very special سيداتي سادتي نحن الآن في جلسة خاصة مع صاحب السعادة عبد الفتاح السيسي رئيس دولة مصر. سيدي الرئيس أرحب بك بحرارة وأشكرك على حضورك في هذا الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا هو خطابك الأول أمام هذا المحفل الدولي الذي يشارك فيه أصحاب شأن عديدون، وهنالك اهتمام كبير بدولتك في الوقت الحاضر. هذه الدولة التي تلعب دورا جوهريا في الشرق الأوسط، نحن نتطلع للاستماع إليك بعد سنوات من التقلبات والفوضى. نرجو أن مصر ستحقق توازنا بين الأمن والاستقرار من جهة والحقوق الديمقراطية والنمو الاقتصادي من جهة أخرى مع الدمج الاجتماعي. إن الدور الإقليمي لمصر في القارة الإفريقية وفي الشرق الأوسط وكذلك دوره على المستوى العالمي هام للغاية. مصر تلعب دورا في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك في ليبيا ودول أخرى، و دور مصر جوهري في التوصل إلى حلول للنزاعات المختلفة. خلال السنة الماضية عززت دولتك دورها في حل النزاعات، وهذا أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار. سيد الرئيس، لقد قدمت منذ فترة وجيزة خطابا في جامعة الأزهر في القاهرة، وأرسلت نداء ملهما ودعوت إلى التسامح وإلى نبذ التطرف، وركزت على دوري الجوهري الذي تلعبه المنطقة في هذا المجال، ووجهت ملاحظاتك إلى العالم الإسلامي. أريد أن أضيف لو سمحت سيد الرئيس صوتي في هذا المقام، وأريد أن أشدد على الطابع العالمي والأهمية العالمية لهذا. العالم على مفترق طرق، فهنالك حركات متطرفة وشعبوية من جانب، ومن جانب آخر هنالك التسامح والتعاون كما ذكرت عندما تحدثت بالأمس. ونحن جميعا نتحمل المسؤولية، ليس فقط القادة الدينيين وإنما قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني. يتعين علينا جميعا أن نناهض التطرف بنظرة تتحلى بالتسامح وبدمج الجميع. بهذه الروح أشكرك سيد الرئيس على الانضمام إلينا هذه السنة في دافوس. أعطيك الكلمة وسوف نخوض في أسئلة وأجوبة سوف يسيرها فيليب هويسر زميلي، ونحن نتشوق سيد الرئيس للاستماع إلى ملاحظاتك. فأنت تتحدث ليس فقط بصفتك رئيس دولة وإنما بصفتك شخص له تأثير كبير على المستقبل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي قبل ما ابتدي كلمتي لكم جميعا ان انا اشكركم ان انتم سمحتم ليا ان اكون موجود معاكم في هذا المنتدى، واوجه لكم التحيه والتقدير والشكر على ذلك. بروفيسور كلاوس شواب، اصحاب السمو المعالي، السيدات والساده، أود في البداية أن أعرب عن شكري للبروفيسور شواب لما تمثله دعوته للحديث إليكم من تقدير لمصر والمصريين، كما أعرب عن اعتزازي بالانتماء إلى بلد ساهم عبر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية،
ولا يزال يواصل العطاء للبشرية بفضل ما منحه الخالق من هبات، في مقدمتها شعب مصر الذي لا تزيده المصاعب إلا عزماً وتصميماً على اجتيازها، ولا تمنع التحديات الجسيمة عن خوض غمارها والخروج منها مكللاً بالنصر ومتواضعاً في فخر. السيدات والسادة، إن الصعاب والتحديات التي أشير إليها ليست مجازية أو من قبيل المبالغة، لكنها حاضرة وضاغطة على كاهل الشعب المصري الذي يواجهها بكل شجاعة، بل أزيد أنها لم ولن تمنعه يوماً من أن يطمح في ذات الوقت إلى مستقبل أفضل لذاته ولأمته العربية وللعالم ككل. فالتاريخ القريب يشهد على قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية، ولم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى ضرورة التعويل على وعي الشعوب والإنصات لصوتها، فتلك الملايين التي فاجأت العالم في ميادين فرنسا بالأمس القريب إنما هي امتداد للملايين التي فاضت بها ساحات مصر منذ عام ونصف تقريباً. إن المعركة واحدة، ونفس الإرهاب يحاربنا لفرض رؤيته لأنه يرى فينا جميعاً نقيده دون تفرقة على أساس العرق أو الديانة. فالدماء التي يرقها الإرهابيون في مصر والعراق وسوريا وليبيا وفي نيجيريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان لها كلها نفس اللون، ومن ثم فلابد أن تتضافر جهودنا جميعاً للقضاء على تلك الآفة أينما وجدت من خلال التعامل الشامل مع كافة مكوناتها ولو اختلفت مسمياتها، وأن نتصدى لها بالتعامل الواعي مع الاعتبارات السياسية التي أفردت لها مساحة للنفاذ إلى مجتمعاتنا، بالإضافة إلى تعاوننا فكرياً وثقافياً وأمنياً، فضلاً عن تكثيف تبادل المعلومات بيننا وحرمان المنظمات الإرهابية من استغلال أدوات التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات لنشر دعوات الكراهية والاستقطاب لبعض بدعاوى دينية مغلوطة تستغل حسن النوايا وبعض العناصر المحبطة. وإذ أؤكد وبكل حسم على أنه لا ينبغي أن يؤخذ الإسلام السمح بقيمه السامية وأكثر من مليار مسلم بحفنة من المجرمين القتلة، فإنه يتعين علينا أيضاً كمسلمين أن نصلح من أنفسنا وأن نراجع ذاتنا لكي لا نسمح لقلة بتشويه تاريخنا وبالإساءة إلى حاضرنا وتهديد مستقبلنا بناءً على فهم خاطئ وانطلاقاً من تفسير قاصر، كما أن علينا كعالم متحضر وبنفس قدر تطابق رؤية شعوبنا لمصلحتها في القضاء على ما يمثله الإرهاب من تهديد أن نتحلى بالاحترام والتقدير المتبادل لتنوع معتقداتنا ومقدساتنا، وأن نترفع عن الانزلاق نحو التشاحن والإيذاء الذي يستغله المغرضون للترويج لأهدافهم الشريرة وللإيحاء بوجود فجوة وصراع حتمي فيما بيننا. السيدات والسادة، لا تقتصر المصاعب والتحديات التي نواجهها في مصر على الإرهاب، ولن تسنينا معركتنا معه عن تحقيق طموحاتنا الأساسية التي ثار من أجلها المصريون. فبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة سوف يستمر، وبعد إنجاز الدستور وإقراره ثم إجراء الانتخابات الرئاسية سيستكمل الشعب المصري مراحل خريطة المستقبل باختيار ممثليه في مجلس النواب، والذي نتطلع جميعاً إلى دوره المنتظر في وضع تشريعات وقوانين
تترجم العقد الاجتماعي الذي تضمنه الدستور بما يضمن حصول الأفراد على حقوقهم وأدائهم لواجباتهم، ويوازن بين احترام حرياتهم وبين المسؤولية التي يتحملونها في ظل سيادة القانون، وتساوي الجميع أمامه بغض النظر عن الجنس أو العقيدة. كما نتطلع أيضاً إلى ممارسة نواب الشعب المصري لدورهم في الرقابة والتشريع. على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية التي يعبر تباين الأفكار فيما بينها عن التنافس من أجل الوطن وليس الاختلاف على الوطن، كما يتواكب مع كل ذلك عمل جاد ومتواصل لاستيفاء متطلبات ثورتي مصر في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم في العمل وفي الحياة الكريمة من خلال استغلال الإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري بثرواته المتعددة وعلى رأسها الثروة البشرية وطاقات شبابه الذين يمثلون ما يقرب من ثلثي عدد السكان. ويتطلب تنفيذ تلك الرؤية دعم دور القطاع الخاص وتشجيع وجذب الاستثمار وتذليل العقبات حتى ينهض القطاع الخاص بدوره كقاطرة للتنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية، مع قيام الدولة ومؤسساتها بضبط المناخ وتهيئته للتنمية الشاملة والمستدامة وأداء مهامها التنظيمية والرقابية على مستوى السياسات والتشريعات، مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً. السيدات والسادة، لقد انطلقت جهودنا لتحقيق تلك الرؤية من تعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي المصري وفي قدرة الحكومة والتزامها بتطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واستمرارها في التصدي للمشاكل الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد، وهي الجهود التي ترتكز على المحاور الرئيسية الآتية: الأول، تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجياً لحماية محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أداء النظام الضريبي وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم. الثاني، معالجة كافة العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن طرح قوانين تضمن فرصاً متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة وتطبيق القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير، وإعداد قانون الاستثمار الموحد وتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد. وهي عملية مستمرة تهدف لإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7% وخفض معدل البطالة إلى 10% بحلول عام 2020. الثالث، التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية. ولتحقيق ذلك نسعى لتوفير مزيد من فرص العمل باعتبارها حقاً لا ينبغي التغاضي عنه من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي. الرابع، تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات من خلال توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في هذه المجالات، على أن يتم تمويل شق منها عن طريق الموازنة العامة للدولة وشق آخر من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
وحث الصناديق السيادية على الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تطوير آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف عبء تمويل مشروعات البنية الأساسية وتحقيق المشاركة المجتمعية في بناء مصر المستقبل. الخامس، تحقيق الإصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات. السيدات والسادة، على المستوى العملي لابد من التطرق إلى المشروعات القومية الطموحة التي توفر فرصاً واعدة للمستثمرين، ومن أمثلتها مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، ولا سيما مرحلته الثانية التي تقوم على تطوير محور القناة وفتح باب الاستثمارات للخدمات اللوجستية والصناعية على محور القناة، والتي تنطوي على إمكانات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار استفادة من موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. فضلاً عن ذلك، فقد بدأت المرحلة الأولى من مشروع استصلاح نحو 1,000,000 فدان وتجهيزها للزراعة، وصدر قانون الثروة المعدنية الذي بث روحاً جديدة في قطاع التعديد، عزز منه التقدم الملموس في سداد متأخرات الشركاء الأجانب. صحب ذلك كله تعديل أسعار الوقود، مما يحفز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، الأمر الذي بدأ جلياً في إعلان شركات كبرى عن خطط تهدف إلى الاستثمار بقطاع الغاز والنفط، رغم الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولا يخفى عليكم أن التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري يضمن التفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء وفي مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والخدمات. ومن هنا يسعدني أن أوجه الدعوة إلى كافة الشركاء الباحثين عن فرص جدية للاستثمار للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل في مارس القادم بشرم الشيخ، وذلك للتعرف على المشروعات المتاحة والمزايا التي توفرها بيئة الاستثمار في مصر، فضلاً عن فرص التعاون للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا لتحديث قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والإنشاءات ومواد البناء. السيدات والسادة، تؤكد مصر على حرصها على الانفتاح على العالم والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهنا جميعاً، كما تحرص على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاتفاقيات التي انضمت إليها، والاستمرار في التعاون المثمر وتوسيع قاعدة علاقاتها الاقتصادية مع كافة الشركاء الدوليين. إن هذا الحرص ينبع من إدراك حقيقي بأنه لا يمكن لأي طرف أن يحقق أهدافه الوطنية في عزلة عن العالم، إنما في المقابل على العالم بدوره التكاتف لتهيئة الظروف المناسبة التي تكفل لكل الأطراف الاستفادة الحقيقية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. فلا شك أن الحوار في عالم اليوم حول سبل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة ونحن بصدد تقييم استحقاق الأهداف الإنمائية للألفية وصياغة أهداف جديدة للتنمية لما بعد 2015، وكذلك وضع أسس جديدة لمواجهة تحديات تغير المناخ، لابد أن يتطرق إلى المعطيات الدولية التي نعمل في إطارها. فرغم أن العولمة قد حققت مكاسب للكثيرين، فإنها تثير أيضاً مشاكل عديدة جراء تأثيراتها على النسبة الكبرى من سكان العالم الذين لا يتمتعون بحماية اجتماعية، وخاصة في القارة الإفريقية، فضلاً عن الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الفقر والفجوة التكنولوجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في الدول النامية. في ذات الوقت،
فإن مصر الجديدة على وعي كامل بأنه بقدر حاجتها للانفتاح على العالم لتحقيق طموحات شعبها، فإنها تعي أيضاً حاجة محيطها المباشر العربي والإفريقي والأوسع دولياً إلى إسهامها لتدعيم الاستقرار وإلى التعامل مع التحديات التي تواجهنا جميعاً. إذ طالما كان دور مصر إيجابياً قائماً على مبادئ راسخة تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدولية، ولسوف تظل مصر ساعية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لكي تحيا كل شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي في أمن وسلام. كما سنواصل السعي لحماية شعوب سوريا وليبيا والعراق واليمن من الدمار، واستمرار إزهاق أرواح الأبرياء من خلال حلول سياسية تضمن سلامة ووحدة أراضي تلك الدول وتحترم إرادة شعوبها العريقة والتي تشكل مكوناً لا غنى عنه في منظومة الأمن القومي العربي التي تمثل حلقة هامة في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم. كما نستمر في الإسهام بكل قوة في قضايا القارة الأفريقية ونعمل على إطلاق قدراتها التنموية انطلاقاً من وحدة الانتماء والمصير. السيدات والسادة، كانت تلك هي ملامح السبيل الذي تنتهجه مصر بالعمل الدؤوب وبالفكر المستنير. تقودنا إرادة ثابتة ورغبة صادقة وإيمان حقيقي تنبع كلها من إدراكنا للمسؤولية التاريخية التي نحملها ولموقعنا الفريد ولدورنا الرائد في إقليمنا وفيما وراءه، ومن وعينا بضرورة التعاون الدولي مع تعدد التحديات وتشابكها في ظل انكماش أطراف عالمنا وتقاربها كلما ازداد رصيده من المعرفة والإبداع العلمي. وسنمضي على ذلك السبيل من أجل التغلب على الصعاب والارتقاء إلى مستوى التحديات التي نواجهها ولترسيخ الثقة في قوة اقتصادنا وسلامة السياسات الحاكمة له ولتحقيق الاستدامة والإنتاجية بما يكفل عوائد متميزة للتنمية تتجاوب مع تطلعات المصريين وتفي بحقهم الأصيل في حياة كريمة ومنتجة. إنني على يقين من أن جثور الثقة التي سوف نشيدها سوياً ستسهم في تحقيق آمالنا في حاضر أفضل ومستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً لمصر ولكم جميعاً، وشكراً لكم. Mr. President, سيد الرئيس، شكرا جزيلا على هذا الخطاب الممتاز. تحدثت عن الأجيال الفتية في مصر، ونحن نعرف جميعا أهمية الشباب والدور الهام الذي طلع به الشباب في الماضي. المنتدى العالمي مهتم جدا بالشباب ولأين منتدى القادة الشباب. ما هي رسالتك إلى الشباب، إلى الجيل الصاعد في مصر لكي يؤمن بمصر الجديدة؟ شباب مصر هم أمل مصر. شباب مصر هم أمل مصر. واسمحوا لي أقول لكم إن إحنا في مصر تقريباً تلتين الشعب المصري هم من الشباب، يعني إحنا تقريباً أكتر من 60% من شعب مصر أقل من 40 سنة أو 40 سنة فما دون. ولازم نكون كلنا عارفين إن اللي أطلق شرارة التغيير في 25 يناير هم شباب مصر. احنا حريصين جدا جدا على ان احنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي
يكون في حظ كبير قوي قوي لهذا الحجم من الشباب، وبنشجع القوى السياسية والأحزاب السياسية في مصر على أن هم يضموا إليهم الشباب. وإحنا على مستوى الحكومة، أنا على مستوى الرئاسة على سبيل المثال، تقريبا كل المجالس التخصصية اللي موجودة أكتر من 50% منها شباب وامرأة. بنحاول في وقت قليل جدا جدا أن نجهز ونعد شبابنا أن هم يتبوأوا المناصب المختلفة في الدولة، عشان دي مصر، مصر المستقبل، هم هيكون لهم دور كبير فيها. على المستوى الاقتصادي احنا موجودين هنا النهاردة عشان نقول لكم وللعالم كله من خلالكم، احنا محتاجين استثماراتكم وبنرحب بكم في مصر للعمل، وده كله الهدف منه ان احنا نوجد فرص عمل لهذا الشباب، لان احنا لازم نعترف ان عندنا بطالة بالملايين في مصر، وده مش هيكون ابدا يعني في فرصة للتغلب على هذه المصاعب الا من خلال ان احنا نوجد فرص عمل حقيقية لهذا الشباب. وبقول مرة تانية وبأكدها، بقول نحن اتخذنا مجموعة اجراءات اقتصادية محفزة جدا جدا وواعدة جدا جدا لكل المستثمرين المصريين أو المحليين والأجانب للعمل والاستثمار في مصر. ده على في الصعيد الاقتصادي. بالإضافة لكده احنا بنبذل جهد كبير جدا في إعداد وتأهيل الشباب عشان يكونوا لديهم فرص عمل كمان من خلال إعدادهم وتجهيزهم في مراكز تدريب فني تتلائم مع الوظائف وسبل العمل المتاحة خلال هذه المرحلة، سواء كان في مصر أو حتى خارج مصر. اللي أنا عايز أقوله لشباب مصر، نحن كحكومة وكدولة مهتمين جدا جدا بيكم وحريصين جدا جدا عليكم، وعايزين نوفر لكم كل السبل عشان هم يعني الحقيقة خلال السنوات اللي فاتت بالكامل كانوا مهمشين، وده مش هيحصل تاني خلال المرحلة دي والقادمة إن شاء الله. شكرا. Thank you, Mr. President. شكرا جزيلا سيد الرئيس. ذكر الدكتور شواب في ملاحظاته الاستهلالية الخطاب الذي قدمته في جامعة الأزهر، أنت تحدثت عن ثورة دينية. أرجوك سيد الرئيس، لكي نكافح التطرف العنيف، هل يمكن أن تفسر لنا معنى ذلك؟ خليني أقول إن إحنا سماحة الإسلام ما بقتش واضحة للعالم كله خلال السنين الطويلة 20-30 سنة اللي فاتوا. العمليات الإرهابية والشكل القبيح اللي قدم به المسلمين بشكل أو بآخر للعالم هو اللي دفعنا إن إحنا نقول إن إحنا محتاجين أن نتوقف ونعيد تنقيد خطابنا الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى هذا التطرف وهذا الإرهاب. ده مش هيقوم به غير علماء الأزهر وعلماء الدين المهتمين بالإسلام وبحال الإسلام والمسلمين أمام العالم. ده دي الرسالة اللي تم توجيهها داخل الأزهر، لأن هم معنيين بده، معنيين بأن هم يتعاملوا مع الخطاب الديني وتطويره بما يلائم العصر. أنا عايز أقول ما فيش خطاب ديني يصطدم مع محيطه، ما فيش خطاب ديني يصطدم مع العالم، يبقى ده محتاج مننا إحنا المسلمين إن إحنا نراجع الخطاب. وده ما لهوش علاقة بالعقيدة بالمناسبة، عشان لحد يتصور إن ده ثوابت العقيدة الإسلامية ما حدش أبدا بيتكلم فيها. إحنا بنتكلم على خطاب يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني اللي حصل خلال السنين اللي فاتت. في نقطة مهمة أنا عايز أقول، إن إحنا محتاجين كلنا
نراعيها في تعاملنا مع بعضنا البعض. محدش مننا هيمتلك الحقيقة الكاملة أو يعتقد إن هو عنده الحقيقة الكاملة أو إن المبادئ اللي عنده والقيم اللي عنده ليها درجة التميز على ما سواها. إحنا محتاجين بمنتهى الصراحة كلنا، أنا بتكلم مش بس على المسلمين، على العالم كله، إن هو برضو يعني يتوقف ويراجع كتير من النقاط اللي ممكن تكون أحيانا بتستفز مشاعر الآخرين. محتاجين نراجع ده، عشان إذا كنا بنتكلم على خطاب ديني جيد فإحنا كمان محتاجين نتكلم على إن إحنا نعمل بيئة إنسانية راقية في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض، نحترم من خلالها ثقافات وديانات بعضنا البعض. شكرا جزيلا على هذا الجواب سيد الرئيس. سوف تعقدون في هذه السنة انتخابات في مصر، ويحتمل أن تنعقد في شهر مارس آذار. سؤالي هو التالي: كيف ستستغلون الزخم الديمقراطي في مصر لأجل تعزيز الدمج الاجتماعي وإحلال التماسك الاجتماعي؟ إحنا الجماعة الوطنية في مصر وضعت خارطة الطريق كانت تستهدف الدستور، وده تم إنجازه بنجاح، ثم انتخابات رئاسية وده تم إنجازها بنجاح، ولم يتبقى لنا إلا البرلمان عشان يقوم بدوره، دوره في دور الرقابي ودور التشريعي، دوره في مراجعة القوانين المصرية في إطار الدستور الجديد. إحنا أعلننا أن هيكون الانتخابات خلال مارس، وده برضو بقول تاني في إطار يؤكد أن إحنا جادين جدا في مصر على إقامة حياة ديمقراطية حقيقية يشارك فيها كل المصريين، كمان عشان يبقى المناخ الاقتصادي اللي إحنا بنتكلم عليه، يبقى المستثمرين قادمين لمصر وهم عارفين أن هم داخلين على دولة كاملة المؤسسات. شكرا. سيد الرئيس، سأطرح سؤالي التالي: تحت قيادتك طلعت مصر بدور هام في تسهيل وقف إطلاق النار في غزة، وهذا كان مشجعا جدا بالنسبة للمجتمع الدولي. سؤالي هو التالي: هل ستواصلون الاطلاع بهذا الدور الهام؟ نرجو ذلك، وإن كان الجواب بنعم فما هو الدور الذي ستطلعون به في المستقبل؟ دور محوري دائما، وكانت هي الدولة الأولى اللي خطت خطوات جادة ناحية السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل. وخليني هنا أتكلم بتوسع شوية في النقطة دي، وأقول دائما في تصور ودائما في واقع بينتج عن تنفيذ هذا التصور. ما كانش أبدا متصور قبل تحقيق السلام في مصر وفي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أن يكون شكل السلام بين مصر وإسرائيل بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. وده النقطة اللي أنا الرسالة اللي أنا عايز أستفيد بيها وأستفيد من وجودنا هنا وأرسلها للعالم كله. إذا حدث بسرعة إن إحنا حققنا سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشجعنا عليه كلنا، هيبقى في واقع جديد في المنطقة، واقع جديد هيبقى أكثر من مبدع لو إحنا قدرنا نحققه. أنا بكلمكم صحيح، تصوروا ما كانش حد قادر يعني يسافر في عقل ووجدان الرئيس السادات لما طرح تصوره للسلام، ما كانش حد قادر يشوف ده. لكن الزمان والتغير والسنين أكدت إنه صواب رؤيته وعبقرية فكرته،
ده اللي انا عايز ابني عليه واقول دور بقى مصر خلال يعني مش هنختزله فقط في ان احنا بذلنا جهود كبيره جدا عشان ايقاف اطلاق النار بين اسرائيل وبين قطاع غزه، لا ده احنا كنا حريصين على ان الامر ما يوصلش لكده، يعني احنا كنا بنبذل جهود عشان الامر ما يتطورش لكده، ثم الجهود بذلت لايقاف اطلاق النيران ثم لاعاده اعمار القطاع، ومن هنا مصر هتفضل تقوم بدورها وتبذل كل جهودها وتشجع على اقرار سلام حقيقي واقامه دوله فلسطينيه على الاراضي التي تم احتلالها في عام 67 وعاصمتها القدس، ومستعدين احنا والعالم العربي ان احنا ننظر في كل الافكار التي تشجع وتؤمن الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على الاقدام على هذه الخطوه اللي انا بقول هتعمل واقع جديد لا تتصوروه في منطقه الشرق الاوسط، وهتؤدي الى مزيد من الاستقرار لا يمكن ابدا نتصوره، وهتقطع كتير من الطرق على الفكر المتطرف والارهاب في هذه المنطقه. شكرا. سيد الرئيس، أعتقد أن الاستجابة إلى خطابك تبين أن الحاضرين في دافوس والعالم بأسره يعول على قيادتكم وعلى دور مصر. شكرا جزيلا على أفكارك، فكما تعرفون فإن منتدى دافوس هو فرصة لكي نتعرف على شخصيات القادة وعلى قائد يقود دولة بأهمية مصر. أتمنى لكم التوفيق لبلدكم. أنا عايز أقول لكم أن القائد الحقيقي هو الشعب المصري، واسمحوا لي أن أنا أستغل وجودي معكم هنا وأطلب منكم الحاضرين أن أنتم توجهوا تحية لهذا الشعب العظيم. فضلكم تحيا مصر طبعا. صحيح.